ينضم إلينا من القاهرة الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بالقاهرة الإخبارية. دكتور أشرف، بعد التحية، ما هي توقعاتك للسيناريوهات المتوقعة على الطاولة، سواء على طاولة الجانب الإسرائيلي أو حتى على طاولة البحث في الولايات المتحدة الأمريكية؟ ماذا نتوقع خلال الساعات القليلة القادمة؟ أنا أبدأ من الولايات المتحدة الأمريكية. اجتماعات طبعا مهمة للبيت الأبيض، مجلس الأمن القومي الأمريكي، البنتاغون، خلية أزمة يعني تشكلت يمكن قبل بدء المسيرات الإيرانية، بمعنى أن الأمريكيين كان عندهم خبر سابق. دليل على ذلك أن جو بايدن قطع زيارته ورجع إلى البيت الأبيض، بمعنى أن الأمريكيين أو الإسرائيليين يعني مستعدين للهجوم الإيراني بالشكل الذي تم الإعلان عنه، بإما صواريخ متوسطة المدى أو بطائرات المسيرة. يظل الموقف في عملية التصعيد مرتبط بقدرة الأمريكيين كما وعدوا بحماية دولة الاحتلال، قدرة الأمريكيين والإسرائيليين على اصطياد الطائرات المسيرة أو الصواريخ بكل تكنولوجيا الاصطياد المتوقعة. وإذا نجح الأمريكيين والإسرائيليين في إسقاط هذه المسيرات أو هذه الصواريخ أو تلك الصواريخ، نحن نتحدث عن يعني عملية فيها جوانب للحفظ ماء الوجه من قبل الإيرانيين بعدما تعرضت قنصلياتهم في الأرض السورية إلى الدمار وقتل مسؤول كبير طبعا من الحرس الجمهوري الإيراني. هذا الموقف جد الخطير فيما يتعلق بالتداعيات. يعني دكتور أشرف، ابقى معي الآن على الشاشة صور ومشاهد لعبور صواريخ عبر الأراضي العراقية أو فوق الأراضي العراقية، كما نشاهد مشاهدينا الكرام عبر شاشة القاهرة الإخبارية. الآن تعرض مشاهد وصور لعبور صواريخ فوق الأراضي العراقية. نعم دكتور أشرف، تفضل. وبالتالي إذا استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية بكل التكنولوجيا في إيقاع هذه الصواريخ أو الطائرات المسيرة بالتعاون مع الجانب الإسرائيلي، ده معناه أنهم يعني استطاعوا أن يمتصوا الغضب الإيراني الذي أتوقع أنه ليس تصاعديا طبقا لقواعد الاشتباك. يعني هناك اشتباك في الأسلحة التقليدية، وهناك قواعد الاشتباك في استخدام الأسلحة النووية. وبالتالي يعني كل التحركات التي قامت دكتور أشرف تتحدث عن أن هذا التصعيد هو يعني لا ليس بكبير، يعني تقصد ذلك. إذا ما هو هدف هذا الهجوم أو هذه الهجمات الإيرانية باتجاه تل أبيب؟ أيضا كيف تفكر واشنطن الآن في ضوء تفاقم الأوضاع الحالية؟ هل حضرتك تحدثت عن أنه هناك تعاون كبير بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في إسقاط هذه المسيرات القادمة من إيران، إذن هل ممكن أن تستخدم إيران أيضا الأرض اللبنانية لتوجيه ضربات مباشرة لتل أبيب بعيدا عن حزب الله؟ أنا في ظني من الصعب هو إدخال لبنان كدولة في هذا المشهد الصراعي، وإيران بتستخدم طبعا حزب الله أو الحوثيين أو كل الجماعات المرتبطة بإيران عقائديا أو يعني عاطفيا، باعتبار أنهم يستشعرون أن ما حدث للقنصلية الإيرانية أو الهجوم على طبعا أرض إيرانية داخل سوريا. ولكن دايما بناخد في الاعتبار أن قواعد التصعيد في الاشتباك بين الأمريكيين والإيرانيين، الطرفين يعني في حسابات معقدة بعدم الذهاب إلى تصعيد أكبر، لأن إذا ما ردت دولة الاحتلال بشكل مكثف وطالت الأراضي الإيرانية، المشهد سيكون مختلفا. بمعنى آخر أن ضرب القنصلية الإيرانية تم على الأرض السورية، بالتالي تم على دولة ثالثة، لم يكن هناك ضربا مباشرا إلى عاصمة دولة الاحتلال، ولم يكن هناك ضربا مباشرا لعاصمة إيران طهران.
طالما الأمر لا يصل إلى ضرب العواصم فنحن نتحدث عن قواعد اشتباك مختلفة أو تقليدية أو عادية. تحاول إيران أن تستخدم كل الأدوات للجماعات اللي هي غير بدول كالحوثيين أو حزب الله أو جماعات الموالاة لها في العراق، ولكن كل ده للأسف بيعقد المشهد الإقليمي اللي طالما حذرت منه الجمهورية مصر العربية، نعم. حذرت منه المملكة الأردنية الهاشمية، كل الدول العربية حذروا من أن نتنياهو بكل تصرفاته التي خرجت عن المعقول في إدارة مشهد الصراع مع غزة بيفتح الآن جبهات إقليمية وصراعات. كان من الممكن حل هذه كل القضايا بأن يعني نرى دولة فلسطين، حل الدولتين، تحقيق استقرار، منع سماع كل السيناريوهات الرديئة بتهجير الفلسطينيين، يعني البحث عن سلام حقيقي. يبدو أن الأمريكيين يعني كانوا منتظرين أن يروا المنطقة يعني تولع وأن تتوقد بهذا الاشتعال في كل منطقة وفي كل دولة، وهذا أمر لا يتناسب مبدئيا مع الاستراتيجية الأمريكية التي يجب أن تكون وسيطا نزيها وتحافظ على استقرار في منطقة مهمة كمنطقة الشرق الأوسط. يبدو أن الإدارة الأمريكية في تلكؤها في اتخاذ قرارات مهمة لردع حكومة نتنياهو المتطرفة فيما أوقعته من عدد شهداء في غزة تجاوزت 33 ألف معظمهم من النساء والأطفال، هذا أمر يفتح لنا ما نراه الآن من تصعيد غير مبرر، وكان الطريق الأسهل هو الوصول إلى حل الأزمات المعقدة التي طالما ناتت بها جمهورية مصر العربية والعالم العربي لتحقيق استقرار حقيقي في منطقة الشرق الأوسط. نعم.